بسم الله الرحمن الرحيم. ثم في هذا الفيديو غادي نديرو التصحيح ديال التمرين 17 صفحة 259، ثم التمرين 18 صفحة 256. إذا في الشكل تاع هذا رسم لمكعب، أنا أعطي نشر لهذا المكعب. إذا غادي نحاول نرسمه، نشر ديال مكعب. المكعب قلنا الأوجه الجانبية ديالو مع القاعدة فهي عبارة عن مربعات. إذا أول حاجة غادي نحاول نرسم واحد المربع. خد نتا الضلع اللي بغيتي ولا القياس اللي بغيتي. تناخد هنا 3 سنتيمتر، إذا عندنا المربع الأول. إذا غادي نحاول نرسمو 4 ديال المربعات. نرسم المربع الثاني، باش نبقى عندنا دائما الزاوية القائمة. ثم غادي نرسمو هذا المربع. ثم غادي نرسمو المربع الرابع اللي هنا عندنا 4 ديال الأوجه. إذا إلا خدينا هاد الأضلاع، إذا هذا كيقيس هادين كيقيس هذا، جميع الأضلاع فهي متقايسة. هذا هو المكعب. إذا هاد الضلع فهو كيقيس هذا كيقيس هذا. ثم من بعد غادي نرسمو جوج ديال المربعات اللي غيمثلو عندنا مثلا القاعدة. ثم غادي نحطو الفيكار. ثم عندنا المربع اللي كاين لتحت. إذا اللي خدينا هنا عندنا المربع الأول الأخضر هو القاعدة. إذا القاعدة اللي عندنا هي هذه، لما تنساش بين هاد الأضلاع فهما متقايسين. إذا هذا اللي لونه بالأخضر فهما القاعدة. مع هاد القاعدة، إذا هادو هما القاعدتان. اما هذه اللونه بالاحمر اللي هي هذه في الامام هي هذه. اذا هذه فهي كتكون متقابله مع هذه الكينونه، اذا مع هذا الوجه. ثم عندنا هذا الوجه الاخر هذا اللي هو هذا. مع هذا الوجه
اذا هذا هو النشر ديال هذا المكعب. من بعد غندير التصحيح ديال التمرين 18 صفحه 259. هنا ياتي نشر للاسطوانه القائمه بالقياسات الحقيقيه، اي من الارتفاع ديالها هو 3 سنتيمتر، محيط القاعده اللي هو 9.4. هنا لنحدد شعاع القاعده. اذا لدينا محيط القاعده بشنو كيساوي؟ كيساوي 2 ضارب الشعاع ضارب 3.14. محيط القاعده شحال كيساوي؟ كيساوي 9.4. 2 ضارب 3.14 اللي هي 6.28 ضارب ا. ومنه ا شنو غيساوي؟ يعني الشعاع غيساوي 9.4 مقسوم على 6.28 اللي كتساوي تقريبا 1.5 سنتيمتر. اذا 1.5 سنتيمتر. اذا هنا غادي نجيو ونرسمو. اذا غنرسم المحيط اللي هو فيه 9.4. اذا غادي نرسم واحد المحيط اللي فيه 9.4. ثم عندنا الارتفاع اللي هو فيه 3 سنتيمتر. اذا غادي نرسم الارتفاع ثلاثة سنتيمتر، إذا هنا عندنا 9.4 سنتيمتر وهنا عندنا 3 سنتيمتر. ثم غادي ناخدو البيكار ونرسم. غادي نجي لهاد، كان الشعاع اللي فيه 3 سنتيمتر. إذا عندنا ارتفاع في 3 سنتيمتر، ثم عندنا الشعاع اللي هو في 1.5. إذا غادي نجيو هنا ناخدو واحد التلاتة اللي هو عمودي، ثم غادي ناخدو 1.5 اللي غتمثل عندي الشعاع. إذا مثلا هاد النقطة نسميها أو، وهذا الشعاع اللي 1.5 سنتيمتر. ثم غادي ناخدو بيكار ونرسم. انا رسمنا القاعده الاولى او لا القرص الاول، غادي نرسمو القرص الثاني نفس الشيء. كده غادي ناخذ واحد العمود هنا وهذا كيساوي كذلك 1.5. كيساوي عندنا الشعاع واحد فاصلة خمسة. إذا هذا المركز غنسميه مثلا أو بريم، هنا 1.5 سنتيمتر، هنا 1.5 سنتيمتر. ثم غادي ناخدو البيكار ديال هادي هو القرص الثاني. وهذه الطريقة باش كنرسمو قرص النشر ديال الأسطوانة القائمة. وهذا اللي عنده شي سؤال خليه لنا في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.